هلو، كيف حالكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ أنا أسامة جهاد ورجعت لكم فيديو جديد. أهلا وسهلا فيكم فيديو اليوم يا جماعة. دايما نسأل حالنا لو في شغلات كثير غريبة في الحياة هاي احنا مش قادرين نفهمها، وبرضو زي ما في شغلات غريبة مش قادرين نفهمها بهاي الحياة، برضو في أسئلة كثير غريبة، في أسئلة لها حل وفي أسئلة ما لها حل. عشان هيك سألت متابعيني على انستغرام انه اكتبوا لي أغرب أسئلة مرقت عليكم بحياتكم. بالمناسبة إذا انتم مش متابعيني على انستغرام، هاي أكاونت على انستغرام بتشرفوا، أهلا وسهلا فيكم. ففيديو اليوم راح نستعرض لكم هاي الأسئلة ونشوف منلاقي لها حل ولا ما منلاقي لها حل. خلاص لازم طولت المقدمة، يلا نبلش يا جماعة ونشوف الأسئلة اللي ما إلها حل. أول سؤال معانا، زيت الزيتون مصنوع من الزيتون، طب زيت السيارات والأطفال من إيش مصنوعين؟ ما بعرف. طلعني على اليوتيوب وإنت ساكت، إيش بدك؟ إنت فكره اطلع، تفضل يلا طلعت. زكفولوا يا جماعة. طب شو مفرد بطاطا وشو جمع أخطبوط؟ أوكي، هسا بطاطا هو اسم والاسم ما إله مفرد وجمع، إن شاء الله ما بكون بجيب العيد يا رب، بس بطاطا يعني بطاطا. أخطبوط يعني أخطبطات، أكثر من أخطبوط. وبطاطا كيس بطاطا مثلا، أو كرتونة بطاطا، أو بوكسة بطاطا، في كثير شغلات ممكن تجمع فيها يعني. أول مصنع طوب كيف انبنى؟ عن جد والله عمركم سألتوا حالكم هذا السؤال، انه اول مصنع طوب كيف انبنى؟ بس انا بحكي لكم شو الاجابة. اول مصنع طوب اكيد ما انبنى من طوب يعني. طب اذا ما انبناش من طوب، كيف بدهم يروجوا لفكرتهم ويقنعوا الناس انه ابنوا بيوتكم من طوب واحنا المصنع تبعنا مبني من طين مثلا؟ نفس قصة هذا اللي اخترع التحميلة، كيف اقنع الناس ياخذوها؟ كوبي بيست بالضبط. جد شو يعني اول مصنع طوب؟ انسوني من كيف انبنى، كيف اقنع الناس يبنوا طوب اذا ما هو ما انعمل بطوب؟ طب ما هو بيقدر يصنع الطوب بعدين يبني المصنع تبعه بعدين يبيع طوب. مخن عجق. الصراحة بحب احضر مقاطعك بالحمام. صديقي هل انت جاي؟ هل انت الوان؟ ايش مالك؟ شو بتحب تحضرني بالحمام؟ بقدمش محتوى جريء، انا ما بعمل محتوى غلط اخوي، مالك؟ يوسف صح. هسا ليش البرتقال من الحمضيات مع انه مش حامض؟ لانه فيه فيتامين سي. لا جد هسا ليش البرتقال من الحمضيات مع انه مش حامض؟ سي. هسا ليش رجل الفيل بتنمل ورجل النمل ما بتفير؟ لازم يكون عنوان الفيديو اكثر اسئله بتضحك مش اكثر اسئله غريبه. انا مش عارف ليش بدي اسميه اكثر اسئله غريبه. طيب موسى بيحكي الحية اذا قرصتك 5 دقائق بتموت، فبخليها تقرصني كمان مره عشان يصيروا 10 دقائق. اخوان انسوا انه الفيديو اغرب اسئله اكثر اسئله بتضحك جد. انا بضحك قاعد، انا كثير مبسوط. مين بيحلق للحلاق؟ يمكن هو بيحلق لحاله، انا بحلق لحالي مثلا عادي، اعتبرني انا حلاق، انا بحلق للناس فانا بحلق لحالي. انا صح سهل الامور عندي انه ما في شعر والامور طيبه، بمسك الماكنه بس بدي اشرح لكم كيف تحلقوا ب10 ثواني. ايش اول، الجاجي ولا البيضه؟ بتمنى ترد. بتعرفوا جماعه جد هذا السؤال انا كان نفسي اعرفه، انه ربنا بس خلق الحيوانات؟ طب لا انا بعرفه اصلا، اكيد ربنا خلق الحيوانات بعدين الحيوانات تكاثرت، زي ما ربنا خلق سيدنا ادم وسيدتنا حواء بعدين تكاثروا. فبتوقع انه ربنا سبحانه وتعالى عمل نفس الاشي مع الحيوانات كلياتها، اكيد مش ما وجدتش من العدم يعني الحيوانات، او فجاه كانت بيضه وفقست وما لها اي مصدر يعني. فبتوقع انه عن جد جواب يعني انه الجواب انه الجاجي اجت اول بعدين تكاثرت الجاج والديك والحيوانات بشكل عام تكاثرت وصار في جاج وديوك كثير وهيك. كم مره بتروح على الحمام؟ هذا مش سؤال غريب يعني، عادي زي اي بني ادم طبيعي صديقي يعني. يعني انت قديش بتروح على الحمام؟ انا نفس الشيء، وحسب اذا تكون شارب سوائل اكثر بتروح على الحمام اكثر. تخيل إذا حطينا الماء والزيت مع بعض على النار، الزيت بنسلق ولا المي بتنقلي؟ صديقي أنت ليش اجكت الكوكب؟ مبدئياً المي إذا حطيناها على النار لحالها بتغلي وبتتبخر، وإذا حطينا الزيت بسخن بتبخر، الزيت ما بتبخر، لا وبتبخر برضه، فاثنين بتبخروا، فبتوقع إذا حطيناهم الاثنين مع بعض على الغاز وظلينا مشغلينه آخر إشي يعني حيتبخر الزيت أول إشي بعدين حيتبخر المي ومش راح يضل إشي بالصحن صديقي. معجون الطماطم مصنوع من الطماطم، طب معجون الأسنان مصنوع من إيش؟ معجون الأسنان
الأسنان يا صديقي مش مصنوع من الأسنان، لا لا، إذا أنت فكر إنه الجواب هيك لا، هو مصنوع من الطواحين، الطواحين اللي فوق، طحونة العقل، تعرف طحونة العقل، كلياتنا بنعرف طحونة العقل، طحونة العقل ليش بنروح نخلعها إحنا؟ لأنه دائما بتكون طالعة هيك مرات، دائما بتكون مرات طالعة هيك، كيف يعني أم التناقض؟ أنا بخلال خمس ثواني، بتكون أغلب الطواحين العقل عند الناس بتكون طالعة بهذا الشكل هيك، فبتضغط الأسنان وبتخربهم، فلازم تروح تخلعها زي ما عملت أنا مرة، فهم بيعملوا معجون أسنان من الطواحين العقل هاي، بروح دكاترة الأسنان بأخذوا هاي الطواحين العقل وبطحنوها وبحطوا هيك معها كم مادة وبتصير معجون أسنان. شو هالفيديو الخفيف لطيف هذا؟ بس يا جماعة هاي كانت الأسئلة الغريبة أو الأسئلة المضحكة اللي كانت عندنا على اليوتيوب اللي انبعثت لي على إنستغرام، فلطيفة والله نوعا ما لطيفة. والله بدي أعمل الفيديو الجاي هيك فيديو يكون تحدي الضحك أو فيديوهات مضحكة أو ردات فعل على فيديوهات مضحكة، أي كثير بحب هيك أضحك على يوتيوب معاكم يعني نشارك هاي الفرحة بما إنه إحنا عيلة كلياتنا مع بعض. المهم يا جماعة بدي أحكي لكم شغلة كثير 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 مهمة، يعني إذا أنت شخص قاعد تحضر فيي حاليا ومش مشترك بالقناة يا أخي شو شعورك؟ يعني أنت إيش من جوا بتحس؟ طب يعني أنت حاضر الفيديو، حاضر الفيديو، عمل لي اشتراك، خلينا نوصل 100,000 قبل نهاية السنة، خلينا نحط درع 100,000 هون إن شاء الله. هون مكان برج إيفل، شايفينه هذا برج إيفل؟ إن شاء الله بدنا نشيل برج إيفل ونحط مكانه درع 100,000 لليوتيوب بإذن الله، راح يجي السنة هاي، إذا ما جاش السنة هاي يعني في بداية السنة الجاي إن شاء الله بيجي. فبس يا جماعة شكرا كثير لكم وشكرا كثير لكل شخص وصل بالمشاهدة لهون، بتمنى إذا وصلت لهذا الحد من الفيديو إنه تكتب لنا كيف كانت الأسئلة، مضحكة ولا غريبة. وبس يا جماعة شكرا كثير لكم، بنشوفكم إن شاء الله بالفيديوهات الجاي، يعطيكم ألف عافية، سلام.